البطل وديت جيتنا كل دقيقة تزيد محبتنا لمنين العين رحمت جيتنا ولا مدخول. مشاهدي متابعي قناة التاسعة أهلا وسهلا مرحبا بكم ملعب الطيب المهيري مباراة الجولة الرابعة كما قلنا بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي. الكرة توصل للهدف معلول السوكاري ياخذها علي معلول يبحث على الحل يلقى ماهر الحناشي ظهير أيمن السي اس اس يرفع الكرة خطيرة فوق العرض واضحة نية ماهر الكنزاري خلق المنافذ المعدية إلى شباك قيس العمدوني على الأقل في بداية المباراة. منصب هجمة للنادي الرياضي الصفاقسي علي معلول يدخل 18 معلول فوق العارضة معلول عندما يدخل من تحت ال 18 يولي خطير صغير يقود هجمة للملعب التونسي دون ارتكاب الخطأ. سوكاري مرزوقي تسويب قريب من التسجيل. النادي الرياضي الصفاقسي يحاول والملعب التونسي من خلال ممكنيات الهجمه المعاكسه. بن علي يعمل مراوغه بن علي يطلب سليمة الجديد ثم طلب كره محمد الصغير مراوغه تسويبه بعيده خارج الميدان. شكون رفقي قشر في 30 متر بخلي الملعب التونسي خش عليه ما يملش بروحه معناتها فيما يلزم باش ينجم يخلق يعمل فارق. هذه هجمه لجونيور ايزيكيل ما تمش ضربة المخالف ياخذها جونيور الجاي يدخل 18 جونيور ودفاع الملعب التونسي ترجع الجونيور التسويبه اوه فوق العارضه فوق العارضه محمد علي منصر او قيس العمدوني يتألق مره اخرى. جونيور الجاي العرضيه الجاي زيكيل ايزيكيل انتواسيل افتتح النتيجه. الهدف الاول للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق تشادي ايزيكيل انتواسيل يسجل الهدف الاول في المباراه. وفي اللحظه هذه نصر الله الجوادي يعلن نهايه الشوط الاول تحت تصفيق وتشجيع جماهير الصفاقسي. الشوط الثاني في اللحظه هذه اشاره انطلاقه الشوط الثاني. السي اس اس متقدم على ملعب التونسي واحد بلاش في الدفاع المهاجم ايزيكيل هداف والهجمه المعاكسه خطيره. معلول يطلب محمد علي منصر اختير الكره داخل منطقه الجزاء الكره سوكاري الهدف الثاني هجمه معاكسه سريعه للنادي الرياضي الصفاقسي يتمكن سوكاري من تسجيل الهدف الثاني قادها معلول وصلت المنصر ويكملها سوكاري. ماهر الكنزاري يفاجئوا سيناريو بداية الشوط الثاني. النادي الرياضي الصفاقسي يبدأ بقوة الكل في الكل. النادي الرياضي الصفاقسي معلول مل علي ومل معلول حل من الحلول هدف النادي الرياضي الصفاقسي 13 هدف في البطولة. يطلب أشرف الزيتوني حمزة العرضية والهدف الأول للملعب التونسي من خلال كرة ثابتة محمد الشيخ توري يذلل الفرق. المواجهة بين معلول والعمدوني قيس العمدوني فسخ البونتو ممتاز التنفيذ من علي معلول لكن قيس العمدوني يفسخ الهدف بامتياز. مقطوعة من زياد العونلي تبقى للملعب التونسي اختير الهجمة للملعب التونسي توري كواسي مطالبة بضربة جزاء من هجوم الملعب التونسي لكن العونلي وحده العونلي بزوز ملعبية ثم المخالف حمزة التومي مش بعيد على مرمى رامي الجريدي كورة اختير ياسر 3-1 نذكر هدف لايزيكيل هدف لسوكاري هدف لعلي معلول وهدف للشيخ توري تذليل الفارق. المباراه اللي وفات بانتصار مهم للنادي الرياضي الصفاقسي.
خالد حسني، انتصار مهم جدا للنادي الرياضي الصفاقسي ومن غير حتى اشكال، 3-1 ثم 3-1 ضد الملعب التونسي، اول هزيمه الملعب التونسي مع ماهر الكنزاري. اولا النادي الصفاقسي انتصار مهم، مهم وكان عليه ضغط، لماذا؟ لانه يعرف نتيجه الترجي اللي لعبت نهار السبت، ويعرف نتيجه النجم الرياضي الساحلي اللي الشوط الاول كان متقدم في منذ البدايه. منذ البدايه هذا كله يكون ضغط، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى انا بالنسبه لنادي الصفاقسي ان حسم المباراه يكون في 4 دقائق، اذا نقولوا في اخر دقيقه في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني، ثم لما الصفاقسي ياخذ الاسبقيه صعب وصعب جدا باش معناه فريق يرجع في النتيجه. بالنسبه للملعب التونسي خلينا نقولوا ولو ان في الاخر تراجع الصفاقس لم يستغل هذا التراجع الملعب التونسي عادي جدا، خسر مع فريق خلينا نقولوا طوى الوقت الحاضر نادي الصفاقسي كما قلت في سابق كلامي، فما الرزنامة حتى إيزيكيل رجع يذكرنا إيزيكيل تعالى ليه معناها اليوم نلقاو بين إيزيكيل وبين معلول 21 هدف، معناه 8 اهداف لإيزيكيل 13 هدف لعلي معلول. علي معلول باش نعاودوا نشوفوا الهدف نتاعو بعد شويه، اللاعب هذا بوليفالونس نتاعو معناه ظهير ايسر الدور امامنا، الهدف تاع علي معلول لوب مرتاح ما عنده حتى اشكال، الهدف ايضا الثاني كان هو التمريره الاولى لمنصر، معناه في اغلب العمليات نلقاو علي معلول، المخالفه اللي تصدى لها العمدوني سوبر معلول. موسم استثنائي لعلي معلول، بارك الله عليه، برافو. حتى موسم الفرد كان ايجابي جدا بالنسبه له. هذا الموسم هو اللاعب الحاسم رقم واحد في نادي الصفاقسي، هو الهداف. حتى اوكي يقولوا ان الانسان كي يسجل على كره ثابته وهدف كره ثابته وكره متحركه هدف هو الاهميه تاع علي معلول، حتى مش الهدف اللي سجلها اللي كان وراها كما قلنا اليوم الهدف اليوم اليوم كان وراها الهدف وكان هو كان هو الهداف. تبقى شو كي تشوف علي معلول وزيكيل ما شوفوش بركه، شوف الصفاقسي ان هذا الفريق اكتسب من الخبره والتكامل كامل بين الخطوط وبين اللاعبين، حتى معناها كيفاش نقولوا احنا لا رولاسيون دي جوار في اللعب تحسنت. علاش؟ فما استقرار في التشكيل، استقرار في كل شيء، هذا يعطيك ان هذا الفريق سيكون. بعض الحين هناك تغييرات ما تفيقش بها، ما تفيقش بها. علي مرزوقي يدخل، علي المرزوقي ما تفيقش بها. صحيح، هذايا الفريق سيكون الرقم الصعب خلينا نقولوا بكل صراحه، وهذا حسب رايي المتواضع في الدوري. لما تشوف عندك ايزيكيل، سكري، المرزوقي، الحناشي، معلول، منصر، تبارك الله. هذو من الناس الكل كي تخدم تخلي المساحه تخلي تفضل نشوفوا هل شهاب الليلي راضي على مردود فريقه ولا شنو اللي تقال بعد المباراه، التصريحات ثم نرجع. كانوا افضل منا هما سي اس اس، يستحقوا باش يربحوا ديزيميتون، ربحوا الماتش ومبروك عليهم. قاعدين ناخذوا في ماتشات سيرتو تو في ماتش الروتور، كل ماتش ماتشوه، ما احناش معنيين بحتى جمعيه اخرى، معناتها نغزو كل ارواحنا، قاعدين نخدم على رواحنا، الاجواء كل باهيه في الجمعيه، ان شاء الله نكملوا في الثنيه هذه وان شاء الله ما فما كان خير ان شاء الله. اون جو بور اتر لي ميور، اون جو بور غاني نو ماتش، بو امبورت لو سيكل، سي بيان دافواغ ان سيكل بوزيتيف، مي بور فو كو سي سيكل سوا اوسي لون كون لو كون لسبير.